موقع تداول وشركة CFI. صباح الخير، نقدم اليوم ملخص جديد للأسواق المالية والعالمية. أبدأ بالبيانات من الاقتصاد الصيني، حيث نما الاقتصاد بوتيرة 6.4% وأفضل من التوقعات الذي جاء عند تباطؤ، ولكن الحكومة لا تزال تصنف ارتفاع أو تحسن الاقتصاد عند مستويات 6.5%. الربع الأول كان إيجابي ليس فقط على نمو الاقتصاد، بينما أيضا على الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وهذه القراءة الإيجابية في الاقتصاد الصيني جاءت أيضا متلازمة مع اقتراب توصل اتفاق بين الصين والولايات المتحدة. وطبعا المستثمرين يصنفون أن التباطؤ اقتصاد العالم والحرب التجارية بين أكبر بلدين في العالم هما ما يهددان الاقتصاد ونمو الاقتصاد العالمي. التكلم عن اليورو أكثر الذي تداول بطريقة إيجابية، وتزامن هذا مع بيانات ZEW التي ظهرت أمس عن الاقتصاد في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة الأوروبية واقتصاد أوروبا ككل، التي جاءت بقراءة إيجابية عند 3.1% نمو لثقة المستثمرين، وهذا أمر إيجابي على ألمانيا وعلى أوروبا. حاليا هناك موجة صاعدة للتداولات الفنية لليورو كما يظهر في الرسم البياني بعد بعض الضعف الذي سجلها مطلع هذا الأسبوع. هناك تداولات جوهرية على اليورو واختلافات وصعود عن مستويات 113.10 كمقاومة اليوم ومستويات 112.80 كمستويات دعم. كسرها قد يصل إلى 50 واختراق المقاومة قد يصل إلى 113.30. في الانتقال إلى الباوند، حيث أن التأجيل ملف بريكزيت أيضا يدعم الباوند في الارتفاع الذي حقق الهدف الذي أشرنا عنه أمس 130.30، ووصل نتوقع أن يصل إلى 131 في حال كسر مستوى الدعم اليوم قد يصل إلى 129.60، أما اختراق المقاومة قد يصل إلى 131.30. الذهب من ناحية أخرى تراجع تقريبا 1% في تداولاته يوم الثلاثاء إلى أدنى مستويات له تقريبا خلال هذا العام، حيث عززت سلسلة من بيانات اقتصادية قوية الطلب على الأصول عالية المخاطر كمؤشر الدولار والأسهم الأمريكية. حاليا الذهب الذي كسر الدعم المهم الذي أشرنا عنه أمس 1282، اليوم نتوقع أن يصل إلى مستويات 1275 في حال كسر هذا المستوى الدعم، أما اختراق مقاومة 1282 نتوقع أن يصل إلى 85 وربما يعود ويصل إلى 90 دولار للأونصة. وول ستريت تغلق مرتفعة في تداولاتها يوم الثلاثاء بعد بيانات إيجابية من بنك أوف أمريكا الذي كانت بياناته إيجابية على البيانات الفصلية، أيضا بيانات إيجابية لنتفليكس، وأيضا بيانات إيجابية لبلاك روك الفصلية التي فاقت التوقعات، وهذا كان أمر إيجابي على تداولات مؤشرات الأسهم، حيث S&P سجل ارتفاعات قوية وأيضا الداو جونز أغلق على ارتفاع. حاليا تداولات الداو جونز بين مستويات 26500 كمقاومة و 26400 كمستويات دعم. أسعار النفط التي ترتفع لليوم الثاني بطريقة إيجابية بعد طلبات من المصانع في الصين، وهذا أمر إيجابي أيضا بعد تراجع المخزونات، أيضا دعم أسعار النفط في الارتفاع. حاليا يتداول بين مستويات المقاومة 64.70 ومستويات الدعم 64، لكن في حاليا الاتجاه أفقي في التحليل الفني ضمن موجة صاعدة. هناك بيانات مالية مهمة اليوم سوف تصدر فصلية في الولايات المتحدة، ننتظر مورغان ستانلي نتوقع أن تأتي قراءته إيجابية، أيضا ننتظر بيانات عن بيبسي كولا، وفي البيانات الاقتصادية ننتظر مؤشر أسعار المستهلكين على الباوند وعلى اليورو. التوقعات تأتي على الباوند ببعض التحسن وعلى ثبات في المنطقة الأوروبية، أيضا ننتظر مؤشر أسعار المستهلكين في كندا حيث التوقعات تأتي ببعض التراجع. أما على الدولار اليوم ننتظر مخزونات النفط الأمريكية لمارك كارني محافظ بنك إنجلترا. مشاهدينا أشكركم للمتابعة وأدعوكم لزيارة موقعنا على تداول وصفحاتنا على التواصل الاجتماعي. طبعا للتداول الآن يمكنكم زيارة الموقع الذي يظهر في أسفل الشاشة. أنا معكم ريم أبو الحسن، إلى اللقاء.